خلينا ناخد معانا على التليفون سيادة السفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا. أهلا بيك يا سيادة السفير. أهلا أستاذ يوسف، إزيك بك، أخبارك إيه؟ أهلا بحضرتك سيادة السفير، شرف لينا يا فندم. الله يحفظك ويبارك فيك، شكرا على الاستضافة. الله يخليك. سعادة السفير، كيف ترى الموقف الدولي الآن من قضية الصراع وتحديدا منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة في ظل وجود بلينكن في القاهرة وفي ظل دعوة واشنطن لمجلس الأمن؟ المذيع اللي هو شخصي المتواضع بيقول إن أرادت أمريكا أن توقف الحرب فإنها تستطيع ودون أن ترجع لمجلس الأمن. أن أتفق معك في مسألة أنها إذا أرادت وكانت تستطيع فهي لا ترجع إلى مجلس الأمن بالتأكيد، يعني بل أن لجوء الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن يعكس أمرين مهمين، الأول خيبة أملها في إسرائيل، والثاني والأهم هو قلة حيلتها تجاه إسرائيل، لأنها لو كانت تستطيع إقناع كل من إسرائيل وحماس بالمضي في الاقتراح الذي كذلك في أسلوب غير مألوف بالمرة عرضه رئيس أقوى دولة في العالم أو أقوى دولة في النظام الدولي باسم دولة أخرى، هي ما زالت تفكر، وهي إسرائيل التي ما زالت تفكر ولم تقبل بالاقتراح صراحة. هذه خطوة غير مألوفة وتعكس قلة حيلة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. ولجأت إلى مجلس الأمن ليس بعد إقرار اتفاق ما مثلما تم مثلا بالنسبة لخطة التعامل مع البرنامج النووي الإيراني عام 2015، أو من أجل فرض إجراءات معينة وفقا للفصل السابع مثلما حدث عندما احتلت العراق الكويت، بل تلجأ إلى مجلس الأمن مثلها مثل الشعب الأمم المتحدة أو الدول الأخرى التي تلجأ إلى مجلس الأمن عندما لا تستطيع عمل أي شيء لتصدر قرارا، إن صدر بالمناسبة يعني سأعود إلى ذلك، لإحراج أو ربما لممارسة الضغط المعنوي على الأطراف. هذا لا يعكس قوة عظمى أو قوة تملك زمام السيطرة على النظام الدولي أو تملك زمام السيطرة على الأطراف وخصوصا حلفائها من أجل إقناعهم بوقف الحرب أو غيرها. لكن من مصلحة الولايات المتحدة وقف الحرب، هل تستطيع الضغط على إسرائيل؟ يبدو أنها لا تستطيع، لأنها في هذا العام في عام انتخابات مفصلية سواء للرئاسة أو للكونغرس، تخشى معها الإدارة الديمقراطية الحالية أن تفقد الأغلبية في السنت وأن تفقد الرئاسة طبعا، وكل ذلك يشكل ضغطا وقيودا على قدرة الولايات المتحدة على الحركة. طب سعادة سفير، يعني في أحيانا عدة وزي ما بنقول كده بالمصري حضرتك سيد العارفين، كنا نرى في البيت الأبيض رجالا أقوياء، يعني مهما كانت حجم أو درجة الاختلاف ما بيننا وما بينهم فكريا وأيديولوجيا وحول توجههم ناحية المنطقة، فرونالد ريغان كان قوي، جورج بوش الأب كان قوي، حتى دونالد ترامب كان قويا وإن فعل أمور يعني لا نستسغها ولا نريدها مثل نقل السفارة إلى القدس، لكن كان هناك رجال أقوياء في البيت الأبيض. لماذا جو بايدن بهذا الضعف؟ هل الكونغرس أقوى كثيرا من البيت الأبيض؟ ليس الكونغرس، ولكن النفوذ اليهودي، اللوبي اليهودي المالي والسياسي والإعلامي في الولايات المتحدة في عام انتخابات، وما يجعل بايدن ليس قويا. أتفق معك أن ريغان مثلا ضغط على رئيس الوزراء، أعتقد كان أريل شارون وقتها أو ربما مناحم بيجن، وطلب منه وقف الهجوم على لبنان أو عندما رأى صور مذبحة صبرا وشتيلة على ما أذكر. الرئيس جورج بوش الأب كان قويا، لكن ربما رأس الذئب الطائر هو الذي يجعل بايدن يخشى الضغط على إسرائيل، إذ أن أحد أسباب خسارة بوش الأب في الانتخابات بالإضافة إلى الاقتصاد كما ذكر كلينتون إنه الاقتصادي أغبياء كما تذكر فإنه كان عندما قال جيمس بيكر وزير خارجيته أنه يجب الضغط على إسرائيل ولن يعطوها ضمانات القروض التي كانت بمليارات الدولارات في العام الانتخابي، وقال تبا لهم إنهم لا يصوتون لصالحنا على أي حال، وخسر بوش الانتخابات. بالإضافة إلى الاقتصاد، اليهود الأمريكان أصحاب النفوذ والمال لم يساندوه، لذلك بايدن الصهيوني المساند لإسرائيل يخشى الضغط على إسرائيل من أجل يعني خصوصا أن موقفه ضعيف في الانتخابات، يخشى كذلك من عدم ذهاب العرب والأقليات واليساريين إلى الانتخابات لمساندته، لكنه يخشى أكثر الضغط على إسرائيل بما يدفع
اللوبي اليهودي الى عدم التصويت لصالحه. هذه هي المشكله، وراس الذئب الطائر راس بوش الاب الطائر هو الذي يجعله لا يتحرك بالصوره التي تحقق مصالحه، لان من مصلحه الولايات المتحده نفسها وقف الحرب رغم ما تعلنه عن الوقف المؤقت او القضاء على حماس، لكنها من مصلحتها ان توقف الحرب، لان هذه الحرب تظهر مدى هشاشه سيطرتها على النظام الدولي وعلى اقرب حلفائها التي تعتمد عليها بصوره اساسيه. لكن يبدو ان الحليف الضعيف هو الذي يضغط على الولايات المتحده وليس العكس. طب بما انه الاقتصاد هو الفعال او هو المحرك، اين الاستثمارات العربيه او رؤوس الاموال العربيه او الضغوط الاقتصاديه العربيه من هذه المعادله؟ سؤال مهم، وهذه اداه مهمه ربما على العرب ان يستخدموها كما استخدموها عام 73، لكن حتى الان ربما لا توجد اراده سياسيه كافيه لاستخدام هذه الاموال، فضلا عن ان النظام الاقتصادي العالمي كله به نوع من الهشاشه، وربما هناك اعتقاد بانه من الصعب استخدام هذه الورقه، لكن اعتقادي الشخصي ان هذه ورقه لم تستخدم منذ فتره طويله، وهي فعاله ومؤثره، وهي اكبر كثيرا من الاوراق التي في يد اسرائيل او اللوبي اليهودي. اذا قارنا القدره الماليه وحجم الاستثمارات في الولايات المتحده يمكن للعرب ان يستخدموهم، لكن يبدو ان الاراده ليست موجوده حتى الان. صحيح. انا بشكرك جدا سعاده السفير معتز احمدين خليل، مندوب مصر السابق، مندوب مصر الدائم سابقا لدى الامم المتحده.